بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع: أماتنا الله مرتين وأحيانا مرتين. قال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لقد كنا عدما أي أمواتا في عالم البرزخ قبل الحياة الدنيا، ثم أحيانا الله بنفخ الروح في الجسد الذي يتكون في الرحم وعمره 120 يوم من قبل الملك، فتدب في هذا الجسد الحياة فيحيا ويصبح جسما حيا ويصبح صالحا لتسكن فيه النفس التي في البرزخ. وعند الأجل المسمى يموت جسم الإنسان بقبض الروح منه من قبل ملك الموت، فيموت الجسم ويدفن تحت التراب. أما النفس تغادر هذا الجسم وتذهب إلى موطنها الأصلي وهو البرزخ لتعيش فيه العيشة البرزخية منسجمة لقوانينه التي وضعها الله لها لغاية يوم القيامة. وعند يوم القيامة يوم البعث ينتهي عالم البرزخ، ويخلق الله لنفسنا من عجب الذنب الذي في جسدنا الميت جسما جديدا حيا لا يعلمه إلا الله، جسما يناسب حياة الآخرة ليناسب حياة الجنة أو حياة النار. فكل نفس تذهب إلى جسمها الجديد الحي وتتحد معه كما كانت النفس متحدة مع الجسم المادي الحي في حياة الدنيا. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. To keep watching these videos, go to YouTube channel Nail Musitif.